ينضم إلينا من عمان الدكتور ضرار بلعاوي. أهلا بك دكتور، مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية. يعني في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا، هل يمكن أن تشكل السلالة الجديدة لكوفيد 19 تهديدا أكبر مما كانت عليه من قبل؟ تحياتي يا سيدتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني أنا بفضل أسميه متحور، هو ليست سلالة بل هي متحور، وهذا المتحور كما تفضلتم في تقريركم EG5.1 اللي سمي إعلاميا بإيرس، هو خطأ يقال عنه آيرس بس هو إيرس. وهذا المتحور يا سيدتي ابن عم أوميكرون، هو نسل إذا صح التعبير من نسل أوميكرون XBB، وبالتالي لم يثبت إلى الآن بأنه أكثر شراسة أو أكثر قدرة على إدخال المرضى إلى غرف العناية الحثيثة أو إحداث وفيات. نعم هو أكثر انتشارا، ولماذا يتحور الفيروس حتى يصبح أكثر انتشارا؟ ولكن الخبر الجيد بأن الطفرات ليست بصالح فيروس كورونا، والدليل بأنه كل متحور عم بخرج إلنا يكون أضعف من سابقه. وأنا بدي أذكر حضرتك والأخوة المشاهدين أنه في صيف 2021 ظهر عندنا متحور دلتا إذا تتذكروا بالهند، وبصيف 2022 ظهر عندنا أوميكرون اللي كان برضو أضعف من دلتا، والآن عندنا اللي هو الإيرس أو EG5.1. نعم. طيب، يعني منظمة الصحة العالمية قالت أن المتحور الجديد لكوفيد يجب أن يكون محل اهتمام، ما معنى ذلك؟ ستي تعرف هناك في درجات، عندما يعني إحنا بنعمل شيء نسميه السلسلة الجينومية، يعني بناخذ هذا الفيروس ونشوف السلسلة الجينومية عشان نعرف إنه هذا تصنيفه إيش، وين الطفرات اللي صارت عليه. فهناك تقريبا ثلاث مراحل إذا صح التعبير. المرحلة الأولى بنسميها اللي هي تحت المراقبة under monitoring، variants under monitoring. بعدين بتصير المرحلة اللي بعديها variants of interest، تحت الاهتمام. أما الأخيرة اللي هي بنسميها variants of concern، اللي هي تثير القلق. هاي المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأعلى، مرحلة يعني إذا فعلا ثبت هذا المتحور ب يعني سببين اثنين فهو بعلى في هذه الدرجات. السبب الأول أن يكون أكثر انتشارا، أي أكثر قدرة على أنه يعدي الأشخاص. والسبب الثاني أو الظاهرة الثانية له أنه يكون أكثر خطرا، أكثر. طيب يعني سرعة انتشارة كيف من الممكن أن يشكل تهديد على الصحة العامة؟ نعم ستي، أكثر انتشار طبعاً نركز إنه أكثر انتشار مش معناته خطير، لا. نعم ممكن يظهر عندنا متحور أكثر انتشار وخطير، لكن القاعدة وليس الاستثناء إنه الأكثر انتشار عادةً بيكون أضعف. ولكن وين ممكن إنه إحنا نعلق الجرس، وين ممكن إحنا نخبر المشاهدين الكرام إنه لازم ندير بالنا إنه هذا الانتشار ممكن أن يذهب إلى أشخاص نسميهم أكثر اختطاراً، vulnerable people. شو يعني أكثر اختطار؟ يعني صغار السن أقل من 5 سنوات، كبار السن أكثر من 65 سنة، الأشخاص المرضى ذوي الأمراض المزمنة غير المستقرة، والمرضى اللي بيعانوا من ضعف في المناعة أو يتناولون أدوية مضبطة للمناعة وأدوية السرطان. هدول الأشخاص يجب عليهم أن يعني يبقوا أعينهم مفتوحة ويلتزموا بإجراءات الوقاية، ما يروحوا عند أماكن فيها يعني اكتظاظ، يلبسوا الكمامة في أماكن حاسين أنه ممكن ما فيها تهوية جيدة. وأنا أنصح الجميع قبل أن نوصل لشهر 9 أن نأخذ، خصوصا هذول الأشخاص ذوي يعني الاختطارات العالية، أن يأخذوا جرعة معززة من لقاح كورونا، جرعة واحدة لقاح كورونا المتوفر لديهم. نعم. في رأي حضرتك ما نسبة التعافي من الإصابة يعني بالمتحور الجديد لكوفيد؟ يعني كذلك ما نسبة الوفيات المتوقعة التي قد تنجم عنه؟ ستي حسب التقارير وحسب المعلومات الواردة خصوصا من أمريكا وبريطانيا، لأنه نسبة الانتشار عندهم من 15 إلى 30%. أول شيء نتحدث عن الأعراض، فالأعراض هي زكامية لا نكاد نفرقها عن الزكام العادي أو الإنفلونزا. فبكون في عنا رشح، بكون في عنا ألم في الحلق، بكون في عنا تعب، حقيقة ما بكون في عنا يعني حالات كثيرة فيها ارتفاع في درجات الحرارة
أو فقدان لحاستي الشم والتذوق كما كنا نعهد في أوائل متحورات أوميكرون. بالنسبة لحالات التشافي تكاد تكون أكثر من 99.9%. يعني عدد الوفيات، نسبة الوفيات قليلة، نعم نسبة الوفيات تكاد تقدر بأقل من 0.5%، يعني 5 بالعشرة بالمئة، فهي نسبة قليلة جدا. وكما قلت يعني للأسف بيكونوا للأشخاص اللي في عندهم اختطارات عالية كما ذكرت سابقا. نعم. طيب الإجراءات الوقائية، نتحدث عن الإجراءات الوقائية من هذا المتحور الجديد، هل ستكون مشابهة للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في بداية انتشاره، أم يعني ستكون إجراءات وقائية أقل حدة؟ يعني ستي دائما الوقاية خير من قنطار علاج، وما فتئنا نقول وما زلت أقول بأن إجراءات الوقاية اللي كلنا تعلمناها في فترة كورونا صدعنا فيها رؤوس الجميع، غسل اليدين دائما دائما إذا أنا دخلت مكان يعني ما في تهوية جيدة بسوى أني ألبس الكمامة أو قناع الوجه، وإذا أصلا ما اضطريت أدخل بيكون أفضل. بالنسبة كما قلت يعني الأشخاص اللي خصوصا عندهم اختطارات عالية في ظل هذا المتحور الضعيف، أنا بنصح هذول الأشخاص أنهم يأخذوا جرعة قبل شهر 9 أو في شهر 9 جرعة واحدة معززة من أي نوع من أنواع اللقاحات الموجود لديهم. يعني هاي هي أنا أكثر شيء حقيقة بحب أني أوصي فيه الجميع خصوصا قبل الشتاء. يعني أنا الآن صراحة ما بخاف كثير في فصل الصيف الآن، نعم في ارتفاعات لكن أنا بظن وأتوقع أن حيكون في عندنا ارتفاعات أشد في فصلي أو في يعني فصلي الخريف والشتاء القادمين، ولهذا يجب أن نزيد التوعية. وكما قلت وأكرر الأشخاص اللي هم مناعتهم ضعيفة واللي ممكن لا سمح الله أن يؤثر عليهم هذا المتحور. نعم. نعم، من عمان الدكتور ضرار بلعاوي مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، شكرا لك على مشاركتك معنا.